تتميز ولاية جنوب كردفان بالعديد من الميز الجمالية خاصة في الفصول الممطرة بداية بشهر يونيو حتى نوفمبر، ويعتبر طريق الرابط لمدينة كادوغلي ببقية أجزاء الولاية لوحة عمرانية وجمالية، تضيف له المناطق التي يمر بها الطريق حياة من نوع ثاني، بالإضافة إلى الخضرة التي تملأ المكان. ونحن في طريقنا من كادوغلي إلى منطقة الكرجل الواقعة في المنتصف ما بين كادوغلي ومدينة الدلنج، يمر الطريق بعدد من المحطات، أولها منطقة الكويك وهي منطقة زراعية رعوية، وكذلك هي محطة عبور وانتظار لبعض المسافرين. كل مواطنين الريف الشرقي داري ياكل داري يشرب بيجي الكويك هنا، سواء كان عنده بحيمه داري يجيب السوق، سواء كان يجي داري له ايش، سواء كان يجي داري له سكر، الا يجي الريفي الشرقي هنا رعاصته الكويك اللي هي محليه الريف الشرقي. كويس. بالنسبه للشارع، الشارع طبعا معبر رئيسي عندنا هنا، الماشي الخرطوم بيطلع بالشارع ده، الماشي الخيرصانه، الماشي معداره، الماشي كيلك، الماشي حجليك، الماشي المجلد، ده الشارع الواحد البربطه. كويس. بحين الشارع بوديك الدلنج، بهنا بوديك الدندور، بوديك بسفيفة، بوديك ناس بجعاية، بوديك ناس كيكة تيميرو، بوديك ناس بيقول لها شنو، ناس كرم، ناس شنو، دي كل المناطق دي بربط الشارع الواحد ده، يمشي قدام هنا بيفصل بيناته. غير بعيد عن منطقة الكويك وعلى بعد حوالي 8 كيلومترات باتجاه الشمال تقع منطقة كيجاجيرو، إذ تشكل نقطة التقاء لبعض السكان من القبائل العربية والنوبية. ويحكي لنا العم عطية حكاية سكان كيجا قبل نزولهم من جبل كيجا، إذ كانت حياة الناس كلها على قمة الجبل. الجبل دي كان ما فيه شجرة واحدة، كله كر 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 كر، كله كمر، كله عمل لك كده ريقان زي السرابات، سرابات بهشوا فوق. ده معناه مواطني كيجا دي كانوا ساكنين في الجبل ده. في الجبل ده جيرو ده. بعدين البتيخ والتبش والقرال الايش اللي عندك اللي بيقول لي كرمكة دي واللوبة واي حاجة كان بيطلع بيلدي فوق. كيجا جيرو يعيش سكانها حياة البسطاء الطيبين، وللعم عطية أغنيات بدفء المكان وهدوئه. ولا ده ما فيه كرير؟ برضه ده مش كرير يعني. كويس. دي تقول لك الشهر قابل فرس الجبل، الطريق طلعت أبريه جنبه، شنو الجراري أراكو الوادي الجو جاء في الحلة. دي بتدل الناس على الدل، يعني بتدل مشكرة يعني بتسنينهم تسنين زي الحكامة كده. يلا الناس مشي بهشوا، دي دعوة لأنه الناس تمشي تزرع. أيوة عشان تمشي عشان قلبه يفرح، يكون اي واحد عنده حشميه كده يشرب بتاع قر نجار مريس ويلا يقول كده. الزغرات بهنا والكرارات بهنا ويلا، ده الكلام هنا. ويظل اداء العم عطيه للاغنيه المحليه باللغه العربيه سمه مهمه تعكس حجم التداخل في الثقافات العربيه والنوبيه كبقيه اجزاء جنوب كردفان. عند مرة دمر علي من السماء بيجي طلفاني، من الزمان بيجي طلفاني، من الدمر كيبي جاني، أنا أقول لهم صبري طارت حمامة، طارت حمامة حبات كمري، من الدمر كيبي غلان.
وتبقى الطبيعة وسحرها كتاب يقرأه كل عابر لهذا الطريق لتمتلئ عيناه بالمشاهد الخلابة، وعندها تتجلى قدرة الخالق وتتبين مكامن الجمال على امتداد هذا الطريق. من على البعد يبدو سهل، هذا السهل يحتضن منطقة الدشول، هذه المنطقة الواقعة في الطريق ما بين كادوغلي والكرقل، تستمد جمالها من وحي الطبيعة وتلمس الإنسان للأشياء حول المنطقة، مما يضيف لها بريقا وألقا يتزين بسندس الشجر. المشاهد المتعددة تضع مستعمل الطريق في تحدي كبير، وهو كيف يختار أجمل المشاهد. على الأفق سحابات تأخذ طريقها إلى بلاد لا نعلمها، وعلى الأرض أشواق الناس لموسم خريف يمنحهم الخير الوفير، ولا زالت الطبيعة تواصل سحرها فينا لنجد أنفسنا عند محطتنا الأخيرة عبر هذه الرحلة، منطقة الكرقل، والتي تعتبر السوق والمحطة المهمة لكل المسافرين في الطريق باتجاه مدينة كادوغلي جنوبا أو بقية مناطق القطاع الغربي لجنوب كردفان، لقاوة، كيلك، الخرسان وهيدليج. السوق تملأه المنتجات المحلية مثل العرديب، التبلدي، الكركديه والعسل، وبعض الخيرات التي تجود بها جبال ووديان المنطقة. منطقة الكرقل منطقة هي الحمد لله نموذجية، ومنطقة يعني حائطة بكل الجبال وفيها كل الخيرات، منطقة استراتيجية بتجمع ما بين الناس الرحلات الجايين من العاصمة والربيط من الجنوب من الشمال إلى الجنوب، والحمد لله يعني فيها كل الخيرات من النواشف والحياة المفيدة. عندك مثلا القنقليز والعرديب واللالوب والنبق، وعندك الكركر علاج للضغط والسكر، وفيها الكرمدودة علاج لكل آلام البطن، وإن شاء الله الحاجات دي كلها موجودة. عندك الويكة المفرولة والمقطعة، ويعني منطقة الجبال كلها حولها. لم تعد الكرقل محطة للمسافرين من بني البشر فحسب، بل اتخذت بعض الطيور عشاش انتظارها لرحلة قد تطول وهي تهاجر في رحلتها الموسمية من الشمال إلى الجنوب. ولكن رحلتنا معكم مشاهدينا انتهت، ولم تنتهي ملامح الجمال في جنوب كردفان. لبرنامج كاميرا شروق، محمد إسماعيل، الكرقل.